عليكم بالقرآن، القرآن، القرآن، القرآن. والمفروض الآن تكون القراءة للقرآن وفهم المعاني القرآنية الآن يختلف، ونحن في عالم النور والنورانية. قرآننا شفيعنا كتابنا الكريم، هدية عظيمة من ربنا الرحيم. فلنحيي القرآن، فلنحيي القرآن، فلنحيي أنا مسلم وأدين بالتوحيد، وهويتي القرآن وهو عضيد. أنا مسلم وأدين بالتوحيد، وهويتي القرآن وهو عضيد. هو قائد الأديان، فلنحيي القرآن. هو قائد الأديان، قرآننا شفيعنا كتابنا الكريم، هدية عظيمة من ربنا الرحيم. فلنحيي القرآن، فلنحيي القرآن. نحن في عالم التوحيد، نحن في عالم الإسلام، نحن في نعمة الإسلام، في نور الإسلام، في نور التوحيد، في نور القرآن. عليكم بالقرآن، علموا أبناءكم القرآن، ليحفظوا القرآن، ليتعلموا القرآن. القرآن، 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 اقرأ واستمتع واستلذ بالمعاني القرآنية، وقارن بين الحال الذي كنت فيه عندما كنت قبوريا وثنيا مشعوذا ساحرا من أهل الخرافة، جاهلا من أفراد القطيع، من عبدة الكهنة، من عبدة العمائم والأصنام. واشكر الله على ما أنت فيه، على النعمة التي صرت فيها. نزل الكتاب على الرسول محمد بالعلم والأخلاق والقول الهدي. يا أيها الإنسان، فلنحيي القرآن. يا أيها فلنحيي القرآن، فلنحيي القرآن. قرآننا فيه العلوم الكاملة، فيه المبادئ الساميات الفاضلة. قرآننا فيه العلوم الكاملة، فيه المبادئ الساميات الفاضلة. بالعدل والإحسان، فلنحيي القرآن. بالعدل فلنحيي القرآن، فلنحيي القرآن. يا قارئ القرآن اقرأ وارتقي، من كل ذنب أو بلاء تتقي. يا قارئ القرآن اقرأ وارتقي، من كل ذنب أو بلاء تتقي. والحرف فيه أمان، فلنحيي القرآن. والحرف فيه أمان، حي القرآن، فلنحيي القرآن. رتله في الليل وأطراف النهار، حتى يكون شعارنا أرقى شعار. رتله في الليل وأطراف النهار، حتى يكون شعارنا أرقى شعار.
رتل بكل مكان فلنحيي القرآن، رتل بكل مكان الله فلنحيي القرآن. قرآننا شفيعنا كتابنا الكريم، هدية عظيمة من ربنا الرحيم. قرآننا شفيعنا كتابنا الكريم، هدية عظيمة من ربنا الرحيم، فلنحيي القرآن.